السلام عليكم، كل سنة حضراتكم طيبين ورمضان كريم، ورب يعود علينا الشهر الكريم بخير وسلام على الأمة العربية والإسلامية والعالم كله بالرحمة إن شاء الله. صحابي اليوم هو أكتر واحد حبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نتكلم عن أكتر واحد حبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لازم نقف عنده مواقف كتير جدا. وإيه القصة وإيه الموضوع وإيش معنى الولد ده اللي أو يعني عشان هو طفل صغير وإحنا هنحكي عنه وهو طفل، إيش معنى الطفل ده والشاب ده ثم الرجل ده سيدنا النبي يحبه كل الحب ده؟ متأكد إن حضراتكم عرفتم هو مين. هو الحب أبو الحب سيدنا زيد بن حارثة. القصة بتبتدي من مكان غريب جدا، إن حارثة أبو زيد بدأ يحضر القافلة بتاعة زوجته عشان تسافر لأهلها وتزورهم. سيدنا حارثة الحقيقة كان لسه جاي له مولود صغير اسمه زيد، وكان بيحبه حب رهيب، فحبت أمه إن هي تاخد الولد الصغير وتروح تقعد مع أهلها شوية عند قبيلة بني معن وتقضي معهم كام يوم يعني كده. فطلع حارث أبو زيد يوصل مراته وابنه لحد القافلة اللي هتاخدهم وتروح بيهم بني معن اللي هي قبيلة أم المولود الصغير. أخدهم وطلع يوصلهم وهو واقف متسمر في مكانه مش قادر يتحرك. القافلة عمالة تبعد وهو عمال يودعهم، والدموع نازلة من عينيه من كتر حبه لزوجته والابنها الوليد الصغير جدا اللي لسه يعني لم يكتمل من العمر إلا سنوات قليلة. ودعهم وسافروا، وقعدت عند أهلها في هذه القبيلة ما شاءت أن تجلس، فضلت قاعد عندهم وقت طويل جدا لحد ما حصل هجوم على القرية اللي هم قاعدين فيها، ودخل الأعداء وعملوا حرب شديدة عليهم وقتلوا منهم من قتلوا وأخذوا منهم أسرى وهم راجعين. كان في ضمن الأسرى اللي اتخذوا هذا الوليد الصغير سيدنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. فرجعت الأم لزوجها وهي بتبكي ومنهارة وبتقول له حصلت عندنا حرب والقوافل دخلت على بعضها وحصلت مشكلة كبيرة جدا، وابننا اتخطف اتخذ أسير. ففضل حارثة ماسك العصاية بتاعته بيلف وبيدور في البلاد وعمال بيدور وهو كله حزن وكله أسف، وكانت صدمة شديدة جدا 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 عليه. هو أصلا ودعهم عشان يسافروا مدة قليلة ويرجعوا تاني وهو كله انهيار وشوق وحنين لهذا الطفل الصغير، فجأة يروح من إيده وفجأة يضيع. كان الموقف صعب جدا عليهم. زمان في أيام القبائل العربية كان الموضوع الرق والعبيد ده منتشر جدا، وكان تجارة الولاد والبنات اللي هم العبيد والإماء منتشرة جدا وليها السوق بتاعها. في الوقت ده كان بيقام سوق عقاز في مكة. القافلة والقبيلة اللي أخذت سيدنا زيد أثير عندها راحت تبيعه هناك في السوق. فأول ما راحت تبيعه هناك في السوق فربنا كرمه أنه وقع في يد حكيم بن حزام. حكيم بن حزام أهداه لعمته خديجة بنت خويلد، كانت هي عمته، أهداها الولد الصغير ده. وكانت السيدة خديجة بنت خويلد وقتها متزوجة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ووقتها ما كانش لسه نبي الله ورسوله. تبتدي الحكاية من هنا مع الولد الصغير الأسمر اللون مفطوص الأنف اللي شكله عجيب، لكن بعد كده كان له شأن غريب وعجيب في حياة الإسلام والمسلمين وفي حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الفاصل هنعرف حكاية سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. رجعنا لصحبة سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكتر واحد حبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول السيدة عائشة أنه ما فيش سرية طلعت من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمر عليها زيد بن حارثة وخلاه هو الأمير والقائد على الجيش. وتقول أنه من شدة حبه لو كان زيد بن حارثة عايش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان رسول الله والرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاه الخلافة. القصة دي كلها لها أساس وجذور في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هيحكي لنا سيدنا زيد بن حارثة وهنتناقش فيها مع أصدقائي عمار بن ياسر عمار ياسر ومروان طارق منورين الدنيا. سيدنا زيد بن حارثة له قصة كبيرة زي ما قلنا قبل الفاصل، إنه كان في أزمة كده ومشكلة حصلت، إنه لما أمه راحت تزور أهلها وحصل إن في غزوة على البلد دي، سيدنا زيد اتخذ أسير. وبعدين اللي حصل بقى وبعد كده في إحدى الحكماء أهدى إلى سيدة خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم
واهدته للرسول، وطبعا الرسول يعني عامله معامله يعني كابنه ورباه وكانه يعني ابنه. وبعد ذلك يعني والده عرف ان هو عند الرسول، فاخذ عمه وراحوا للرسول قالوا له احنا عايزين زيد. فالرسول قال لهم احنا نجيب زيد ونخيره ما بين. واصلا الاول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ سيدنا زيد هديه من زوجته السيده خديجه بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها، اعتقه الاول، خلاه حر لوجه الله، وبدا يزرع جوه قلبه الحب الشديد اللي كان طالع من القلب للقلب عند سيدنا زيد. وبعدين والرسول قال لهم احنا زيد نخيره ما بيني وما بين بينكم. فبالفعل زيد بن حارثة اختار الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له انت والدي وعمي. هو بص القصة فيها كم مشاعر وكلمات رومانسية رقيقة جدا، يعني صح التعبير، يعني من سيدنا زيد لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سيدنا النبي لسيدنا زيد، حاجة كده مشاعر حب عمالة تفيض كده في وسط الحكاية دي كلها. لما جت مواسم الحج وتكاثرت وجي ناس من قوم سيدنا زيد بن حارثة اللي هما كانوا خارج مكة، فبدأت الأخبار تروح لسيدنا زيد ويقولوا له أنه يعني والدك يتقطع شوقا ليك ونفسه قوي يشوفك وترجع له تاني. فيقول لهم سلموا لي عليه وبلغوا سلامي لوالدي ولوالدتي وقولوا لهم أن ابنكم هنا مع أكرم والد، مع أحسن والد في الدنيا ممكن يكون معاه، قبل سيدنا النبي ما يكون نبي أصلا، لكن هو فعلا أكرم المخلوقات يعني. فبدأ يرجع لهم برسالة دي، وجي بقى أبو سيدنا زيد وعمه، هم راحوا للنبي قالوا له إن إحنا عايزين زيد، يعني هم سمعوا إن هو عند الصادق الأمين، عند محمد الأمين، يعني مع محمد الأمين زيد عنده، فهنروح كده نتكلم معاه. فطبعا الأب رايح وهو مستعد يضحي بأي حاجة عشان ابنه، فقال له يعني يا محمد انا عايز زيد ابني وهفديك، يعني هديك كل الفلوس اللي انت عايزها في مقابل انك تديهولي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له نخيره، يعني ما رضاش يديهولهم لانه عارف ان سيدنا زيد قد ايه متعلق بيه وبيحبه، وفي نفس الوقت سيدنا النبي برضه بيحب زيد. بس في اللحظه دي هو حاسس قد ايه بلوعه الاب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعني اهم حاجه عنده مصلحته انه يكون هو الفرحان ومبسوط كان يقول لهم لا ده الولد بيحبني جدا ومش هتاخدوه والله لو عملته ايه، لكن برضه حاسس بابوه. فقال طيب احنا نجيبه ونخيره ونشوف هو ممكن يختار مين. بعد ما جابه بقى ايه اللي حصل؟ اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الامين. ويعني كان ساعتها يعني سبحان الله يعني هو اختار الرسول صلى الله عليه وسلم عن والده وعمه، فيعني دي حاجة يعني عظيمة جدا طبعا، يعني انه اصلا القلب بيحن للاب دايما ومهما كان مفيش زي الاب وكده. بس يعني الغريبة مروان ان ابو زيد بن حارثة بعد ما كان قلبه بيتقطع على ابنه ونفسه يعني ان هو يكون معاه ورايح يفديه بكل الاموال، رجع بلده وهو مبسوط جدا. انت ما رجعتش بزيد على فكرة، انت سبته، رجع وهو مبسوط جدا لانه اولا لقى ابنه حر مش عبد. وكانت كل مشكلته ان ابنه يبقى عبد، احنا احرار والطبقات والحاجات دي، فما ينفعش يبقى عبد. فلقاه حر مش عبد، ومش كده وبس، ده لقاه كمان ابن الراجل كل مكه بتقول عليه الصادق الامين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا القصه دي بتدل على مدى حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ان هو يعني اول حاجه هو اطلقه، ومع ذلك برضو سيدنا زيد بن حارثة رجع برضو لسيدنا محمد. فده يدل ان قد ايه كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان حنون معاه وكان بيعطف عليه وكان بيحبه. عشان كده يعني لما زيد بن حارثة اختار يعني ان هو يسيب رسول الله وانه يمشي، لا هو 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 قعد مع رسول الله. حاجه ثانيه برضو ان هو لما خير ثاني اختيار ان هو يروح مع باباه وعمه او يقعد مع رسول الله، اختار برضو رسول الله. فانا شايف ان دي يعني ليها دلاله كبيره على يعني مشاعر رسول الله الفياضه ومدى حنان رسول الله. سيدنا زيد بن حارثه بيقول ما انا بالذي اختار عليك احدا يا رسول الله، انت الاب والعم، يعني رسول الله انت ابويا وعمي وكل حاجه في الدنيا، انا مش انا اللي اختار عليك حد ابدا. سيدنا النبي اول ما يسمع الكلمه دي عينه تتغرغر بالدموع كده شكرا لله تبارك وتعالى، ومن شده فرحته، انا بس بعمل بتخيل يعني مشهد سيدنا النبي وفرحه سيدنا النبي، من شده فرحته ياخد سيدنا زيد من ايديه ويطلع في فناء الكعبه ويقول يا قريش زيد ابني يرثني وارثه، يا قريش زيد ابني يرثني وارثه، من شده الحب الرهيب
سيدنا زيد زي ما قلنا في وصفه أصلا وفي شكله كمان أنه كان لونه أسود وكانت مناخيره مفطوصة وكان له هيئة كده شكلها يعني ليها شكل خاص، لكن أكيد كانوا منورين بنور ربنا سبحانه وتعالى وبنور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنطلع فاصل ونرجع نستكمل حياة سيدنا زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة يفضل في أحضان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتعلم وبيشرب منه الحب والحنان والعطاء والشجاعة، وزي ما قالت السيدة عائشة إنه مفيش غزوة حضرها سيدنا زيد إلا وهو أمير على الجيش بتاعها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر إنه يجوزه، هو ابنه بقى وحبيبه قريب منه، خلاص آن الأوان إن سيدنا زيد بن محمد يتزوج. فسيدنا النبي يجوزه من بنت عمته، بنت عمة النبي السيدة زينب. فالسيدة زينب ما قدرتش تقول للنبي حاجة، هي ما كانتش عايزة يعني ما كانتش عايزة الحقيقة الجوازة دي، لكن هي ما قدرتش تقول كده لأن دي بشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي هو اللي قال لها تزوجيه. فيعني حصل كده مش عارف بقى إحراج وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فما رفضتش. لكن الموضوع موضوع الزواج ده بالذات ما يعني ما فيهوش غير حب، لازم يكون فيه الحب والتوافق والتآلف وكل المشاعر الجميلة دي، فما قدروش يتوفقوا مع بعض وطلق سيدنا زيد بن محمد السيدة زينب بنت عمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي حس ان هو كان السبب في الجوازة دي وانه يعني الوضع فيه كده مشكلة ما، فقرر انه يتزوجها عشان يعني يحميها ويقويها. فبدأت الألسنة تتكاثر في المدينة، ازاي محمد يتجوز بنت مرات ابنه اللي كان ابنه متجوزها، وبدأت الناس تتكلم كتير. فنزل القرآن يسكت كل الأفواه دي ويقول القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ونزل القرآن يبين الفرق بين التبني والبنوة، إن أنت زي ابني دي حاجة، أو إن أنا أتبناك وترثني وأرثك دي حاجة تانية خالص. وفي اللحظة دي بدأ يرجع لسيدنا زيد بن حارثة اسمه تاني، بقى اسمه زيد بن حارثة ما اسموش زيد بن محمد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زوجه برضو تاني من السيدة الكريمة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنهم أجمعين. وطلع سيدنا زيد غزوة مؤتة. سيدنا النبي في مؤتة أمر ثلاثة من الصحابة على الجيش، أمر إن في ثلاثة من الصحابة يحملوا الراية. أول اسم: يا جماعة أنتوا طالعين مؤتة، طالعين تقابلوا جيش عظيم، فأول واحد يحمل الراية هو زيد بن حارثة، وتاني واحد هو جعفر بن أبي طالب، وتالت واحد عبد الله بن رواحة. بس سيدنا جعفر بن أبي طالب على فكرة يعني مفروض أنه بين الصحابة في منزلة يعني أعلى نسبا، أنه هو بقى سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي، وأنه هو يعني له مكانة معينة وقريب النبي وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكسر كل القواعد دي، مش عشان أنت ابن عمي يخليك أمير، يعني الموضوع مش كده. الموضوع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له نظرة في الشخص، مين اللي يقدر يبقى أمير ومين اللي يقدر يتحكم يعني، أو قصدي يتحمل مسؤولية الجيش. فقال زيد بن حارثة يكون الأمير، فإن استشهد تتحمل الراية لسيدنا جعفر بن أبي طالب، وإن استشهد تحمل الراية لسيدنا عبد الله ابن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. طلع سيدنا زيد بن حارثة في مؤتة يقاتل ويحارب ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى لحد ما لقي ربه شهيدا في مؤتة. قصة سيدنا زيد تتمثل القصة دي كلها كده في شخص كان حب رسول الله، ولما خلف ولد صغير كده سيدنا أسامة بن زيد كان الحب ابن الحب زاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا ما فيش اتنين ورا بعض أخدوا نفس اللقب كده زي سيدنا زيد وسيدنا أسامة بن زيد. فكان الحب ابن الحب وكان مدلل جدا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي كان بيعامله نفس المعاملة ويأمره برضو على الجيوش، وقصته موجودة معانا في حلقة من الحلقات مفردة. لو أنت مكان سيدنا زيد بن حارثة طبعا يعني تقريبا كنت هتبقى عامل زي نفس المواقف اللي عملها، ان هو يؤثر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على ابوه وامه وعيلته كلها من يعني من شده المشاعر دي. بس في الوقت ده لو انت مروان، انت مش زيد بن حارثه، انت مروان بنفس شخصك وتفكيرك دلوقتي وفي منزله قريبه قوي قوي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان ايه الحاجه اللي انت كنت عايز تتعلمها، او ايه الحاجه اللي انت عايز تضيفها مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يعني مبدئيا بس انا كنت هبقى يعني مع رسول الله
في كل حته وفي كل وفي كل الاوقات يعني، هبقى زي ضل يعني. وطبعا طبعا تفاخر رهيب طبعا بالمكانه دي، ان انا يعني احب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، يعني مكان رهيبه جدا. فانا كنت يعني عايز اتعلم كل حاجه من رسول الله، مشيته وطريقه كلامه وافعاله كل حاجه كل حاجه. فطبعا يعني انا يعني لو كنت في المكانه دي كنت يعني هبقى رسول الله زي ضل بالظبط في كل حته معايا عشان اتعلم من صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب نكون في ظل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعند حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. مبسوط ان احنا عشنا مع سيدنا زيد بن حارثه وتعرفنا عليه. مجرد ان احنا نعيش في صحبه العظماء ونتكلم عنهم ونتعرف عليهم ويخش كلامهم جوه قلوبنا، اكيد هيجي يوم ونحتاج الكلام ده والسير دي تطلع كده تنور لينا الطريق في موقف بنمر بيه. يا رب يكون معانا يعني في كل المواقف دي. بشكركم شكرا جزيلا عظيما. ان شاء الله نشوفكم في حلقات تانية وفي لقاءات تانية كتير، واحنا مكملين معاكم بعد الفاصل. الحلاج يتحدث عن الحب، ولما الحلاج يتحدث عن الحب ويتكلم احنا لازم ننشد ونمدح ونقول معاه. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا حبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا ودين الناس للناس، والله